درسنا النهاردة ازاي نعمل upgrade الفريم وير باستخدام الكونفيج تولز. اول ما نفتح الكونفيج تولز هنعمل سيرش على الكاميرات الموجودة عندنا في النتورك اللي محتاجين نعملها upgrade. هنختار الكاميرا اللي محتاجين نعملها upgrade للفريم وير. وليكن الكاميرا دي. بعدين اختار ابجريد. اعدم على الكاميرا مرة تانية. بعدين ادوس براوز. اختار الفريم وير بتاعي ويكون الامتداد بتاعه .bin. بعدين ادوس اوبن. بعدين اختار ابجريد. هياخد 5 ثواني لحد ما يوصل 100%. كده خلصنا عمل upgrade الفريم وير باستخدام الكونفيج تولز.